استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر القضبية صباح اليوم سعادة السفير تشيابان بامرونغ فونغ سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين الذي قدم لسموه وفدا من جامعة سونغ كولا بمملكة تايلاند برئاسة البروفيسور شوساكا ليم ساكول رئيس الجامعة. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تتميز به العلاقات البحرينية التايلندية من عمق روابط الصداقة والتفاهم والرغبة المشتركة في تنميتها على صعيد المجالات كافة سعيا لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين. ونوه سموه إلى ما يشهده التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من تقدم على مختلف الأصعدة لا سيما في المجال التعليمي من خلال تبادل الخبرات ودعم برامج التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم في المملكتين، مشددا سموه على حرص مملكة البحرين الدائم على تفعيل الاتفاقيات المشتركة مع مملكة تايلاند تحقيقا لمزيد من الإنجازات التي تلبي طموحات الشعبين الصديقين. وأوضح سموه أن البحرين هيأت كل السبل لدفع جهود الارتقاء بمستويات التعليم في المملكة وتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص إيمانا بدورها كشريك فاعل في تطوير ودفع المسيرة التعليمية والارتقاء بمستويات التنمية البشرية في المملكة. كما أشاد سموه بالمكانة العالية التي تحظى بها جامعة سونغ كولا كأحدى أعرق الجامعات التايلندية التي تضم نخبة متميزة من العلماء والأكاديميين. من جانبه ثمن السفير التايلندي لدى المملكة الدور الهام والكبير الذي يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نحو تقوية وتطوير العلاقات بين البحرين وتايلند والعمل على تنميتها. كما أشاد وفد جامعة سونغ كولا في تايلاند برئاسة البروفيسور شوساكا ليم ساكول رئيس الجامعة بما يليه سمو رئيس الوزراء من دعم مشهود لتحقيق التقدم الحضاري لمملكة البحرين عبر الاهتمام الملموس بتطوير التعلم. واستذكر الوفد بكل تقدير منح سموه درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية من سونغ كولا في عام 2009 كواحد من أكثر الأحداث أهمية سجلت في تاريخ الجامعة. وصفينا سموه بالقائد النبيل ورجل السلام وصاحب الأدوار العالمية في تطوير الصداقة والسلم الذي يعمل على تطوير العلاقات الدولية بين بلاده وكافة دول العالم وفق مبادئ التعاون والتعايش السلمي بين شعوب العالم.